الفن هو جزء هام في حياة سكان براغ، إذ يقوم فنانون بإبراز مواهبهم في شوارع المدينة، يعزفون على آلاتهم الموسيقية ويعيشون على ما توفر هذه الموهبة من عوائد مالية الموضوع على الأرض بشكل عفوي، وغالبا ما يعزفون موسيقى تشيكية تقليدية، طريقة لتعريف زائر براغ بموسيقاهم، وغالبا ما نجدهم في الساحات والأماكن السياحية. لكن احذر اللصوص الذين يستغلون التجمعات لسرقة المارة وخاصة السياح منهم. يبدو هذا الحائط وكأنه جدارية تقليدية، لكنه في الواقع حائط جون لينون، المغني البريطاني الشهير الذي كان قبل عقود رمزا للمتظاهرين التشيكيين ضد الحكومة عندما كتبوا كلمات أغاني لينون التي تدعو إلى الحرية على هذا الحائط الذي أصبح لاحقا مزارا هاما لسياح المدينة. فلا تنسوا المرور من هنا في برنامج تجوالكم. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. ولعشاق الموسيقى الأوبرالية هناك عدد لا بأس به من دور الأوبرا في براغ، وأنصح بالذهاب ليلا للاستمتاع بحضور عرضا يكون مستوحى من طبيعة وغابات بوهيميا أي الأوبرا التشيكية. كما يمكنكم استئجار زيا تقليدي وارتداءه للذهاب إلى دار الأوبرا بمبلغ لا يتجاوز بضعة دولارات، وأنصح بشراء التذاكر مسبقا عبر الإنترنت، فهي أقل ثمنا من شرائها مباشرة من شباك التذاكر وعدم شرائها من البائعين المتجولين، فأغلبها تذاكر مزيفة. ليث بزاري، العربية، براغ.